نجيب باقي الاخبار عشان الناس. نشوف الاستاذ فاروق اخباره ايه. السلام عليكم يا استاذ عبد الناصر. السلام عليكم يا استاذ فاروق، عامل ايه؟ تمام الحمد لله، ازي حضرتك؟ حياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. ابدا معاك من هزيمه البرتغال، شفت الماتش؟ صربيا في طبعا الدقيقه شفته. 90 قضت على كريستيانو ورفاقه 2-1 وعملت ريمونتادا رهيبه. المباراة كانت بجد كانت يعني غريبة جدا، وكانت صدمة كبيرة جدا للجماهير، لأن المباراة كانت في البرتغال وعلى أرض ملعب لشبونة، والاستاد كان مليان والجماهير مستنية الدقيقة 90 عشان تحتفل مع كريستيانو بالصعود لكأس العالم. جت صربيا وخطفت هدف في الدقيقة 90، قلبت الموازين. كريستيانو كان حزين جدا، يعني كان هو بس فاضل إنه يبكي لأنه واقع على الأرض ونايم على ظهره وقام حزين جدا، حتى زمايله جم قوموه، ما كانش عايز يخرج من الملعب، والحزن كان باين عليه جدا جدا. وطبعا مفاجأة كبيرة جدا 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 ان البرتغال تروح للملحق ومش هتصعد، يعني لسه هتشوف بقى مين هتقابل مين وتشوف فرصها في اللي توصل كاس العالم ولا لا. انا عايز اقول لحضرتك ان كل الاندية اللي وصلت دلوقتي كاس العالم على مستوى العالم، قطر الدولة المنظمة، الدنمارك والمانيا، البرازيل واسبانيا وفرنسا، صربيا وكرواتيا وبلجيكا، دول وصلوا خلاص كاس العالم، ولسه بقى طبعا باقي النتائج بكرة في اوروبا، ولسه القارات بقى والتصفيات الثانية ان شاء الله. طبعا، لان افريقيا لسه عندها النهائي لسه تصفيات في شهر مارس ان شاء الله. وكلنا امل في خروج نيجيريا او تونس عشان نبقى تصنيف اول، وان كان مش هيفرق، لانك انت نفترض بيت تصنيف اول بدل تونس مثلا او بدل نيجيريا مثلا او بدل اي فرقه مثلا يعني. طب ما هي بوركينا فاسو عذبت الجزائر، ما هم امبارح تونس مغلوبه من فرقه، لو غينيا من غينيا بيساو. بالظبط. يعني بص، انسى يا جماعه فرقه ضعيفه وفرقه قويه. انا على فكره عايز اقول لك على حاجه، يا رب نفضل تصنيف تاني ونقابل تونس او نيجيريا. والله انا كنت لسه اقول لحضرتك كده، انا في التصنيف الاول مش خايف من غير من السنغال والجزائر، الباقي الثلاثه احنا اعلى منهم والله، لا سواء نيجيريا او احنا زيهم. احنا بص، الجزائر والسنغال في حته تانيه خالص. بالظبط، انا متفق معاك في الكلام ده، وده كلام محترم. لكن نيجيريا انا اتفرجت عليهم، انا اتفرجت على نيجيريا وتونس واللي هيصعد الخامس معاهم، والله احنا اقوى منهم واعلى منهم ونسبنا يعني نقول احنا بالنسبه ليهم 60، احنا 60% هم 40%. يعني انا شايف ان والله ما فيش فيها مشكله، بس بعيد عن السنغال والجزائر صراحه. يعني اقسم بالله العلي العظيم يا جماعه، انتوا عارفين ان بوركينا فاسو دي اللي وقفت مسيره الجزائر بعد مش عارف كام ماتش بلا هزيمه، والجزائر عملوا على الجزائر ماتش العمر وتعادلوا مع الجزائر 1-1، وهيلعبوا الجزائر تاني، او مش عارف عملوا هيلعبوها امتى. لسه ايوه، هيلعبوا المباراه بتاعتهم، لسه فاضل المباراه بينهم وبين بعض، هي دي اللي هتحدد مين اللي هيصعد بكره بقى. ان شاء الله. اتفضل، لو قابلت دي الجزائر الرهيبه بوركينا فاسو وقفتها، وبوركينا فاسو تصنيف تاني، مالي تصنيف تاني، يا لهوي شفت مالي وصعدت يا عم، ده فرقه رهيبه وتصنيف تاني. انا عايز اقول لك حاجه لحضرتك على غانا، على مالي المنتخب الوحيد في التصفيات اللي ما دخلش فيه ولا جول لحد دلوقتي، وانا متوقع انهم يصعدوا كاس العالم. لا منتخب رهيب رهيب جدا جدا صراحه. انا بس منتخب مالي. انا بس برد على الناس اللي قاعده تقول يا رب نبقى تصنيف اول، يا رب مش عارف ايه. نيجيريا اتغلبت من غانا 1-0، ويوم الثلاث برضه موقفها النهائي، الماتشات الاثنين او الثلاث النهارده وبكره، يعني النهارده الاثنين. النهارده في النهارده في مباراه اتلعبت، يعني مثلا الكونغو صعدت مع كوبر، النهارده صعدت للتصفيات، صعدت خلاص. غانا صعدت، بس غانا صعدت بظلم، ويعني زي ما بيقول كده فجر تحكيمي. غانا كانت بتلعب مع جنوب افريقيا كانت محتاجه التعادل، وعلى ارض غانا الحكم حسب بضربه جزاء في الدقيقه 79، يعني اشبه بضربات الجزاء اللي بنشوفها عندنا، اللي مالهاش يعني، او ضربات الجزاء اللي بنشوفها في افريقيا عموما اللي مالهاش علاقه بضربات الجزاء تماما تماما. وحصل الهجوم بعد على المباراه، حتى موسيماني علق على الموضوع ده على تويتر، قال ضربه جزاء بتاعت جنوب افريقيا وضربه جزاء في ماتش الكونغو، هو ده التحكيم اللي عايزين يحكموه لافريقيا، يا ريت احنا فرق بسنين ضوئيه بيننا وبين التحكيم في اوروبا، وجايين بتقولوا التحكيم في افريقيا. طبعا موسيماني كان متعصب جدا لان جنوب افريقيا كده خرجت وغانا هي اللي صعدت. النهارده موسيماني كان كاتب بيستهتر وبيقول ايه، قدامنا سنين ضوئيه ما بين اوروبا عشان نعرف بالزبط. العدل. بالظبط.
اللي بعده يا استاذ فاروق. النهارده كيروش كان في اجتماع استاذ عبد الناصر على مؤتمر صحفي عشان مباراه الجابون، وقال انا ببارك للعيبه بس لسه عندنا 90 دقيقه عشان نختم المرحله دي باحسن ختام. المهم دلوقتي مش المهم احنا بدانا ازاي، المهم هننهي المرحله دي ازاي. المصريين كلهم مجتمعين معايا على هدف واحد وهو الوصول لكاس العالم، لانه هو ملك البطولات. شهر مارس اللي جاي انا هعمل توليفه للعيبه اللي عندها روح، بس روح وعزيمه عشان تساعدني في الوصول لكاس العالم، لان هو ده الحلم اللي المصريين بيحلموا بيه. ولكن انا عايز اعزز ثقافه الفوز عند اللعيبه المصريين عشان اقوي من صلابه المنتخب المصري، وانا هدفي ان اخلي منتخب مصر على قمه المنتخبات الافريقيه وافضل منتخب في افريقيا. ورسالتي للمصريين كاس العالم بالنسبه لينا هيبدا في مارس، وهدفي الجاي ان انا هسعى للفوز بكاس الامم الافريقيه. النهارده في المنتخب اصابه طبعا احمد فتوح، في اصابه في الرباط الخارجي للركبه، هي دي اللي تم استبداله في مباراة الأنجولا، وهياخد فترة راحة أسبوع. وفي مصدر في المعسكر بيقول إن بنسبة كبيرة هيتم استبعاده، وإن أيمن أشرف هيلعب كباك شمال على أساس خلاص الونش إن شاء الله راجع المباراة الجاية مفيش مشاكل. على نفس السياق زي ما حضرتك قلت إن عبد الله سعيد كان عنده إصابة شد في العضلة الخلفية، والدكتور اللي صرح بالكلام ده الدكتور مصطفى المنيري رئيس جهاز الطب البيراميد، وقال إنه تواصل مع الدكتور محمد أبو العيلة طبيب المنتخب على إصابة عبد الله السعيد. النهارده الحمد لله كابتن وائل جمعه انضم للمعسكر وسلبيه المسحه بتاعته اي مشكله. وكان في كمان حوار للمنتخب كابتن احمد ايوب المدرب السابق للمنتخب، بيقول انا ببارك لنفسنا اتاهل المنتخب، منتخب مصر ما تعرضش ولا هزيمه، والجهاز الفني السابق لمنتخب مصر تحمل ضغوط كتيره. الجهاز الفني بقياده حسام البدري له الفضل الكبير في تاهل المنتخب، ومش الجهاز الحالي لوحده، لا احنا لينا دور، وكان لينا دور كبير جدا، واحنا اللي قعدنا المنتخب ده، واحنا اللي عملنا المنتخب ده. طبعا كلام هو بيدافع عن نفسه. عن النادي الاهلي يا استاذ عبد الناصر، في شبكه اصلان ايرنساي التركيه قالت ان جلاتا سراي حاطط عينه على قفشه، لكن مفيش تواصل مفيش كلام، لكن هو من ضمن او اهتماماتهم انه عايزين اعاره زي مصطفى محمد ويبقى اعلانيه البيع، لكن لسه مفيش اي كلام رسمي. النهارده مصدر برضه في النادي الاهلي قال ان كابتن خطيب طلب من الشؤون في النادي الشؤون القانونيه في النادي الاهلي ان تمدوا باخر تطورات ثلاث قضايا مهمه للاعبين اللي هو الهارف سليماني كوليبالي واخر تطورات القضيه، وقضيه 2 مليون ونص دولار اللي عند ستوك سيتي باقي مستحقات رمضان صبحي اللي ما وصلوش، وال2 مليون دولار بتوع عبد الله السعيد. كمان على النادي الاهلي النهارده كان في حوار جميل جدا لكيفن جونسون اللي هو المدرب المساعد لموسيماني اللي هو مشي، وقال يعني كلام جميل جدا ومتصلوا عليه في القناه وفاكرين انه هيهاجم، لكن الراجل فاجئهم بكلام محترم جدا بيقول العمل تحت قياده الخطيب كان من افضل اوقاتي في رحلتي مع كره القدم في حياتي. الراجل ده ساحر بمعنى الكلمه، وله بصمه ساحره على لعيبه كره القدم، واتمنى استمرار رئيس للاهلي 10 سنين جايه. شكرا بيبو لكل اللي شفته تحت ايديك. ده كيفن جونسون اللي مشي وما بقاش له علاقه بالنادي الاهلي. النهارده كابتن ربيع ياسين كان له حوار في اوضه اللبس، لكن انا شديه بس تصريح واحد ليه كان يعني موجهه لكابتن خطيب، بيقول انا بوجه كلامي لكابتن خطيب بقول له ما ينفعش يا كابتن خطيب ان حسام البدري يمسك الاهلي 30 سنه وانا ما امسكش الاهلي ولا مره لحد دلوقتي، ده اعتقد ان ده ظلم وانت ما يرضكش الكلام ده. صلاح محسن لاعب النادي الاهلي كان له حوار وقال الحمد لله بقالي فتره بسيطه وهرجع ان شاء الله هبقى جاهز 100%، موسيماني بيتكلم معايا وانا تحت امر الجهاز الفني في اي مكان عايز نلعب فيه، وانا ما بعترضش على اي حاجه، وانا تحت امر الجهاز الفني في النادي الاهلي، والمنافسه في الاهلي صعبه مع لعيبه كبار على مستوى عالي، ولكن انا ببذل جهدي عشان اكون في التشكيله الاساسيه. اليو جانج النهارده بعد مباراه مالي والفوز النهارده نزل صوره مع احد زمايله كنت بعد الفوز، وان هم صعدوا خلاص للتصفيات النهائيه. نروح على اخبار الزمالك. الاستاذ طارق جبريل كان منزل تصريح قبل ما اطلع مع حضرتك بيقول في ناس بتقول ان اللجنه اللي موجوده حاليا مش عايزه تمشي ومش عايزه انتخابات، لا ده احنا عايزين الانتخابات تبقى بكره. احنا بنقدم العديد من الحلول لزياده دخل النادي، لكن الجهه الاداريه ما بتوافقش عليها، وده اللي معطلنا، لان وبيقولوا ان الانتخابات قربت ومن المفترض ان المجلس اللي جاي هو اللي يحل المشاكل دي مش انتوا، انتوا لجنه خلاص خلاص في ايامه هتمشوا. صحيفه 360 المغربيه بتقول ان محمد اونجم دخل اهتمامات نادي الوداد المغربي لانه خرج من حسابات كارتيرون، واونجم بيرحب بالعوده للوداد لانه كان متالق مع السنين اللي فاتوا، وبيقول ان هو شايف ان فرصته في الوداد هتبقى اقوى.
ده اخبار الاهلي والزمالك. اخبار بقى الانديه المصريه عموما بقى، في عندنا كذا تصريح برضو، حاجات كتيره جدا، زي الحكم سمير عثمان صرح في اون تايم وبيقول اللي حصل، وقال لو حصل ان وجبل قال لمحمد عادل وهو سمعه وما انطردش ده هتبقى فيها مشكله، لان شوف كلمه انه بيقول شوف انت عايز تخلص الماتش كام ده يجب طرده فورا، لان اللاعب كده مش في حاله اعتراض، لا ده في حاله تشكيك في ضمير الحكم. وانا اتمنى ان يكون محمد عادل ما يسمعهاش، لان لو سمعها وطنشها هتبقى مشكله كبيره جدا. كابتن ابراهيم حسن المدير الكره بالاتحاد السكندري استاذ عبد الناصر طلع تصريح ناري، بيقول كلمونا انا وحسام وقالوا لنا انتوا حسام انت هتبقى مدرب المنتخب، بعدها بيوم قالوا له معلش الفتره دي مش بتاعتك، عملنا حوار مع سيف زاهر ونص الحلقه اتشالت عشان اتكلمت وقلت ان هلا بوريدا هو اللي بيدير الكره في مصر واحنا تقال على قلبه وهو مش عايزني لنا ولا حسام. الاتحاد السكندري النهارده مدد عقد هشام صلاح 5 سنين اللعب بتاعه، ومدد عقد كمان كريم الديب 3 سنين. النهارده استاذ عبد الناصر عايزين نعزي نادي الترسانه في وفاه الاستاذ محمد بجانيد رئيس الترسانه الاسبق ورئيس منطقه الجيزه لكره القدم، واللي هو تولى رئاسه الترسانه في بدايه الالفيه في بدايه الالفينات، وعمل في العمل العام الرياضي فتره طويله، وهو طبعا شقيق الاستاذ محمود بجانيدي امين الصندوق الاسبق للنادي الاهلي. النادي الاسماعيلي بقى عندنا اخبار حلوه ليه برضو، النهارده كابتن محمد ابو جريشه كان له تصريحات على الراجل المدير الفني الجديد، وقال الفتره اللي جايه فيها انا منعت التصريحات، منعت اي حد يطلع من النادي يتكلم باسم اللعيبه وباسم الفريق، هنقفل على نفسنا وهنمنع الاخبار تطلع من الفريق عشان نركز مع الفرقه. المدير الفني خوان براون مدير الفني للاسماعيلي الارجنتيني قال ان هو بيشكر رئيس الاسماعيلي ان اداله الفرصه دي، وبيشكر الجماهير على ترحيبهم، وانه عارف تاريخ الاسماعيلي كويس. معذره. لا 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 لا، طب اشرب ميه يا استاذ عبد الناصر. طيب شربته وانا بشدق، اصل في حد هريني نكت على المدير الفني بيقول الناس بتقول عليا ان انا صغير في السن وما عنديش سي في، لا انا عندي خبرات كبيره، ومهمتي ان ارجع الاسماعيلي لمكانته والكوره الحلوه الجميله بتاعته، والمرحله الجايه صعبه لكن هنتكاتف كلنا للنادي. اليوم اول لقاء ليا، انا بعت لحضرتك الصور كلها بتاعت التدريب النهارده، وانا واثق ان شاء الله ان اللعيبه هتبقى على قدر المسؤوليه، واللعيب اللي هيساعدني وهيتحسن معايا هيبقى موجود، واللعيب اللي هتخزل هنستغنى عنه فورا، المرحله مش مستحقه ان احنا نستحمل اي حد. وانا هقوم الفتره اللي جايه بتقييم الفريق كله، وهصعد بعض الناشئين يبقوا معايا، وانا متخصص في المجال ده، وان شاء الله يساعدوني الفتره اللي جايه. النادي الاسماعيلي برضو اعلن النهارده تشكيل لجنه تعاقدات جديده هتتولى ملف التعاقدات والتسويق في قلعه الدراويش، فيها احمد سمير فرج وسمير نصر واحمد الشيخ. النهارده كابتن حمزه الجمل طلع وكان في لقاء على التلفزيون وقال يعني كلام كبير جدا وزعلان، بيقول انا اتصل عليا في عمان وفسخت عقدي مع تدريب مع النادي الاتحاد العماني، وابلغوني ان انا همسك نادي الاسماعيلي. رئيس النادي يحيى الكومي قال لي انت هتمسك هتتولى مسؤوليه المدير الفني، ووافقت على العرض وفسخته، قلت له اديني 72 ساعه هكون عندك. خلصت في يومين، وفي اليوم الثالث قلت له انا هوصل مصر خلال 24 ساعه، قال لي اتفضل. قلت له بس انا شروطي ان محدش يتدخل في اختصاصاتي الفنيه، الجهاز انا اللي هختاره، ومفيش اي حد يطلع يتكلم فنيا باسم الفريق غير حد من الجهاز الفني. ووافق على الموضوع ده، وفعلا لما حضرت وهو اعلن ان انا مدير فني اتفاجئت اول يوم في النادي، بيقول لي معلش يا كابتن حمزه احنا يعني شفنا ان احنا دلوقتي نجيب مدير فني اجنبي افضل. طبعا انا بتمنى التوفيق للاسماعيلي، لكن ما يصحش ان انا انهي تعاقدي في 3 ايام واجي يقول لي لا خلاص معلش انت مش معانا. كابتن حمد ابراهيم من نادي بيراميدز قال ان استبعاد رمضان صبحي من المنتخب ده ما اثرش عليه نفسيا، واللاعب يستعد عشان يرجع للمنتخب تاني. على نفس على نفس الحوار برضو الاستاذ الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي في بيراميدز بيقول احنا بنشعر بحاله ضيق شديده جدا، لان اداره المنتخب ما تواصلتش معانا عشان اصابه عبد الله السعيد غير بعدها ب 48 ساعه، وده ما يصحش، احنا تحت امر المنتخب بس لازم يبلغونا قبلها. بس انا عايز ارد عليه، يعني هم بلغوك في 48 ساعه مش 48 يوم، يعني مش يومين هم اللي هيفرقوا، يعني هم مسافه ما جم وبلغوكوا، فهو طبعا بيقول احنا مستائين ومفروض يبلغونا يوميها. كابتن شوقي غريب النهارده ضم الحبيب احمد حسن نجل الصقر، كابتن احمد حسن ضمه للمنتخب الاولمبي دي اول مره، وهو لاعب في نادي زد اف سي في دوري الدرجه الثانيه. نادي فاركو اعلن النهارده اصابه لاعب والسيفتيري مهاجم السودان اصيب مع منتخب بلده بالرباط الصليبي. كابتن احمد حسن ميدو النهارده في برنامج الريمونتادا على قناه المحور كان في لقاء مع كوبر، وقال ان كوبر بيعمل من الفسيخ شربات، ونتفق او نختلف مع اسلوبه بس هو مدرب كبير،
ورحيله كان غلط، وكان مفروض التمسك بيه بعد كاس العالم حتى لو أدائنا مش كويس. كوبر طبعا النهارده كان له تصريح كويس جدا عن مصر، بيقول انا بحب مصر من كل قلبي وسعيد بتاهل مصر للمرحله الاخيره، ومش واتمنى ان احنا ما نتاهلش لو هم صعدوا فيها اولى. اشتقت لحاجات كتيره جدا في مصر، واحاول التاقلم مع الاوضاع في الكونغو الديمقراطيه، ومصر في قلبي، كنت بمتلك عروض من انديه مصريه في الفتره الاخيره، ولكني احترمت تعاقدي مع الكونغو. كمان كوبر برضو اكد ان هو ما شافش، بيقول انا ما شفتش مباريات كتير لمنتخب مصر بسبب انشغالي مع الكونغو. مصر عندها مدرب كبير اللي هو كيروش، واتمنى ان شاء الله التوفيق ليهم بس بعيد عننا، ولكن انا هلعب للفوز مع اي قدام اي منتخب هقابله، وتوقيت رحيلي عن منتخب مصر كان مناسب بعد تحقيق الهدف الاكبر للمنتخب المصري وهو الصعود لكاس العالم. انا عايز بس اقول حته صغيره للناس بس مختلفه فيها شويه، النهارده في ماتش الكونغو مع مستر كوبر حصلت يا استاذ عبد الناصر في مشكله ان كوبر ان في حصل اربع تغييرات في اربع اوقات مختلفه. طبعا ده خطا، لان التغييرات حتى لو خمسه لازم تتم في ثلاث اوقات بس، ولكن الناس قالت خلاص ده كده الكونغو ممكن يتم استبعادها وراحوا المواضيع بعيده جدا. لكن في مصدر في الكاف طلع تصريح وقال الخطا يبقى خطا من الحكم مش من الفريق، ويتم محاسبه الحكم مش الفريق. انا بس دي بقى اللي هختم بقى مع حضرتك. لو انا بعت لحضرتك الصور، تقريبا حد كان بيسمعك يا استاذ عبد الناصر، فاتصلوا بمصدر قانوني في النادي الاهلي بيسالوه على الاستاذ وليد الفيل والقصه بتاعته. تمام كده يا استاذ عبد الناصر؟ تمام. صرح المصدر مع على صدى البلد مع الاستاذ هاني حتحوت، وقال الاستاذ وليد الفيل قدم اوراق ترشحه لمنصب رئيس الاهلي قبل غلق باب الترشيح بخمس دقائق. وليد الفيل لم يقدم شهاده اداء الخدمه العسكريه ولا صحيفه ولا صحيفه الحاله الجنائيه. لجنه انتخابات الاهلي اكدت للمرشح المستبعد ان عدم استيفاء الاوراق يعني عدم استرداده لمبلغ الترشح وهو 20,000 جنيه بخلاف القيمه المضافه مندوب الجهه الاداريه كان متواجد وحاضر للموقف بالكامل، واكد على صحه موقف النادي القانوني لجنه انتخابات الاهلي. وقال كمان العبره بقبول اوراق الترشح بتوقيت صدور الحاله الجنائيه قبل غلق باب الترشح وليس بعده. النادي الاهلي يحترم احكام القضاء وسوف ينفذ الحكم الذي تصدره المحكمه في جلسه الاربعاء. تم فتح باب الترشح لانتخابات الاهلي بدءا من 9 صباحا 16 اكتوبر حتى 7 مساء يوم الجمعه 22 اكتوبر. النادي الاهلي سينفذ الحكم ايا كان قرار المحكمه. ده كانت اخر حاجه معانا، وتحت امر حضرتك لو اي سؤال او اي استفسار يا استاذ عبد الناصر. خلاص كده كلام محترم، وده بيرد على الاستاذ عيسى مكرم ان ليس هناك نيه للتحايل ولا تقديم اي استشكالات. رجع هينزل في الكشوف، ما رجعش هو الراجل راضي والامور تمام. وده برضه بيدينا نموذج محترم جدا 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 في الاهلي في حته تانيه خالص. شكرا يا استاذ فاروق.